أسات الممثلة المصرية رانيا يوسف الجدل بمهرجان الجونة السينمائي، وكانت على طول حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب سوء اختياراتها لفساتينا. بس في إطلالتين صدموا العالم والمتابعين لأنه ما كانت أبدا موفقة فيهم. الأول هو الفستان الأسود القصير يلي لبسته، وهو كفستان مش سيء، بس أوقات النجمة ما بتنتبه لتفاصيل ممكن تحرجها على السجادة الحمراء، وهذا يلي صار مع رانيا يلي ما انتبهت أنه حمالة الصدر ظاهرة بوضوح، خصوصي انه منطقة الصدر مكشوفة بشكل واضح. اما تاني فستان فعرضها لانتقادات اكتر لانه قصته وقماشته ما لبقوا لجسمه، والاهم وجود فتحة على السرة خلت اللوك يبين مبتذل كتير، غير انه تسريحة الشعر كانت قديمة والمجوهرات كمان. لمعرفة كافة الاخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكن كل جديد.